واللي مشرفنا ومنورنا على التليفون استاذ طارق، تحياتي وتحيات الكابتن ديعو لحضرتك. الو 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 كابتن عمر، استاذ طارق ازاي حضرتك؟ كابتن عمر بيك ويوسف القناه وتحياتي الكابتن ريو. طبعا استاذ طارق حضرتك من الاعضاء اكيد المؤثرين داخل عضويه او لجنه العضويه في النادي الاهلي، فطبعا احنا سامعين عن الاقبال الشديد جدا على عضويه النادي الاهلي في فرع التجمع الخامس. عايز اعرف من حضرتك الاخبار، وايضا عايز اعرف بقى من حضرتك شخصيا تقول لي كيفية الدفع وازاي بيتم يعني حاليا استقبال رسوم الاشتراك، وانا عارف ان بيكون في مميزات قبل ما عضو النادي قدامه فرصة لحد شهر فبراير ان هو يقرر ان هو يشترك، فيكون ليه مميزات كتير، فحابب اعرف من حضرتك كل حاجة خاصة بالتجمع الخامس. هو طبعا الحمد لله ان كده يعني النادي الاهلي بيبقى لينا الشرف وجودنا ان هو في الفرع الرابع تمام للنادي الاهلي في القاهره الجديده. تمام. الحمد لله المكان بعد جهود كتيره قوي اتبذلت من خلال كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره. المكان مميز جدا، الفرع الجديد في القاهره الجديده. المساحه نفسها تقرب من 50 فدان، متواجد مكان استراتيجي في قلب القاهره. احنا بعد الجمعيه اليوميه الاخيره تمام اللي قدمنا فيها اللي هي الاشتراكات، الموافقه على فتره من الاشتراكات وعدد الاعضاء اللي هنقوم بقبولهم في سواء في الشيخ زايد او في القاهره الجديده او في النادي بصفه عامه يعني. مجرد ما فتحنا باب الاشتراك في القاهره الجديده وحصل اقبال غير طبيعي الحمد لله. تمام. يعني عده لجنات انعقدت، حضرتك عارف المسؤول رئيس لجنة العضوية الأستاذ إبراهيم القطراوي طبعا إن إحنا معاه. عدة جلسات انعقدت متعددة خلال الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا بالنسبة لاختيار الأعضاء الجدد لفرع القاهرة الجديدة. ولاحظت إقبال غير طبيعي من الأعضاء. طبعا القاهرة الجديدة برضو فيها ميزة جامدة إن بخلاف الموقع المتميز للنادي هناك والمساحه الكبيره اللي هتلبي رغبات الاعضاء، منطقه مركزيه برضو يعني طبعا محيط بها جهات كتيره قوي، هتبقى تواجد جديد لاعضاء النادي الاهلي ان شاء الله. مستهدف عندنا طبعا اللي هو العدد اللي خدنا موافقه عليه من الجماعه من 112,000 لغايه دلوقتي في الفترات البسيطه من يوم ما فتحت باب الاشتراك نفسه. يمكن كم الطلبات اقتربت الحمد لله من حوالي 500. الطلبات نفسها يعني اللي تمام. تم عمل مقابلات ما يقرب من 200 او 200 وحاجه يعني طالب عضويه. اقبال غير طبيعي، والحمد لله برضو احب اقول اشكر الاخوه اللي عاملين باداره الاشتراكات كلهم على المجهود المضني اللي خلال الفتره اللي فاتت بيبذلوه يعني. يعني الكلام ده بيطلب منهم سهر كتير قوي جوه النادي لاتمام الاوراق بعد عمل المقابلات وكده. ده بالنسبه للقاهره الجديده. طبعا يعني في ميزه كبيره جدا 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 في وجود هذا الفرع زي ما بقول لحضرتك، سواء في تميز مكانه، سواء في مساحته، سواء في التخطيط والبلان نفسه اللي معمول له. ان شاء الله هيبقى حاجه بشرف الحمد لله الاهلاويه كلهم. طبعا. في نفس الوقت طبعا اما تيجي تفتح فرع رابع بتستفيد بكل الامكانيات بقى الحديثه وخلافه، فده التميز اللي بقى موجود برضو يعني دايما الحمد لله ان الدنيا يعني القائمين على الامور بتجاوب نفسك يعني. يعني فعشان كده منتظر ان فرع القاهره الجديده ان يكون حاجه مشرفه بطريقه علمية وبطريقة تستوعب أكبر قدر من أعضاء النادي الأهلي وقدر من الخدمات والأنشطة الرياضية وخلافه. إن شاء الله حاجة هتبقى شرفنا كلنا وشرفنا. أستاذ طارق، قيمة الاشتراك والتسهيلات اللي مجلس الإدارة قرر إن هو يعني يحطها كبداية للمشتركين الجدد في فرع التجمع الخامس، حابب أعرفها من حضرتك علشان برضو السادة المشاهدين يكونوا عارفين كل المعلومات. برضه السعر بالنسبه مقارنه باسعار انديه كتير.
او مقارنه باسعار واقعيه والقيمه اللي موجوده حاليا. تمام. هو 200,000 يعني اعتقد ان هو سعر بعيد حاليا بالنسبه لامكانيات هذا الفرق. واللي مخليني احمد هنا كده طبعا عشان بدايه الانشاءات. تمام. هي فرصه برضه اللي بيشترك دلوقتي في كده ان السعر هو 200,000 جنيه. وعاملينه برضه تقسيط على 4 سنين لو حد طالب العضويه ان يكون بالتقسيط بدل الدفع المثلي يعني بحيث بيدفع نص القيمه والباقي مع المصاريف الاداريه على 4 سنين. وحاطين برضه نفس الميزه اللي احنا حاطينها للفروع عند فتح باب الاشتراك ان خلال 4 سنوات يحق للعضو ان هو يقوم بتعليق عضويته يعني لا ابجريدنج بحيث ما يبقاش عضو بس فرع التجمع القاهره الجديده يبقى فرع عضو في كل فروع النادي والمقر الرئيسي بنفس السعر الحالي اللي موجود حاليا للعضويه بتاعت النادي كله. العضويه بتاعت النادي كله دلوقتي هي 350,000 جنيه اللي هو العضو اللي يحق له دخول كل فروع النادي الاهلي 350,000 جنيه. برضه الميزه لغايه اخر يناير ان اللي هيشترك دلوقتي في القاهره الجديده هيتمتع بالميزه دي ان هو لمده 4 سنين قدامه ان هو يعني كل فروع النادي محتفظا بقيمه ال 350,000 جنيه. استاذ طارق بقيمه السعر اللي هو 350,000 جنيه. فرع الشيخ زايد برضه حابب اعرف من حضرتك حاليا الفتره الحاليه في قيمه الاشتراك وهل يعني اكيد في اقبال كبير جدا لكن عايز اعرف من حضرتك ايضا الامور الماديه هتبقى عامله ازاي خلال الفتره القادمه؟ هل في تايم ليميت محدد ومعين بانتهاء الفتره الزمنيه المحدده هل الثمن الشيخ زايد الاشتراك هيزيد ولا الشيخ زايد ليه استثناء ولا زيه زي الجزيره زيه زي الشيخ زايد؟ لا حضرتك هو في الجمعيه العموميه الاخيره من ضمن الحاجات اللي اتقدمت اللي كانت واخده قرار مجلس الاداره اللي هي زياده اسعار الاشتراك برضو في الشيخ زايد كله. اشتراك الشيخ زايد حاليا 125,000 جنيه لو بيدفعوا نقدا. من اول فبراير هيبقى 175,000 جنيه. تمام. يعني برضو طالب العضويه في الشيخ زايد لو عنده فتره لغايه اخر يناير ان شاء الله ان هو يشترك بالسعر اللي هو السعر النقدي 125,000 جنيه ولو حب يقسط ان هو بيدفع نص القيمه والباقي بيتقسط على 4 سنين بالاضافه للمصاريف الاداريه. طبعا ده بعد ما بيجتاز اللي هي المقابله اللي هي بينص عليها عندنا اللوائح بتاعتنا وكده مع لجنه العضويه. الشيخ زايد في برضه نقطة مهمة جدا. احنا الشيخ زايد اتفتح في 22/3/2015. مظبوط. اللايحة اللي احنا بناء على رغبات الأعضاء في فرع الشيخ زايد كنا عدلناها في اللي هي اللايحة الأخيرة اللي اعتمدت من الجمعية العمومية فيها إن العضو بدل 3 سنين يبقى 4 سنين له الحق إن هو يعلي اشتراكه ويتمتع بالاشتراك يبقى في كل فروع النادي بنفس السعر القائم للعضويه. برضه الشيخ زايد حاليا اللي هيشترك لغايه اخر يناير برضه هيحق له في خلال 4 سنين ان هو يعمل ابجريدنج ويبقى عنده اشتراك لكل فروع النادي بالسعر ال 350,000 جنيه القائم حاليا اللي هو يبقى من اول فبراير هيبقى 500,000 جنيه اللي هو سعر اشتراك النادي كله. في نقطه مهمه جدا برضه يا كابتن عمر انا نونت على ان كان تاريخ انشاء فرع الشيخ زايد 22/3/2015. تمام. فاللي اشتركوا في الوقت دوت في فرع الشيخ زايد بس قدامهم لغايه 21/3/2019 دي نهايه 4 سنين. لك ان تتخيل ان هم يملكوا ان هم يقوموا بتعليق اشتراك عضويتهم عشان تشمل كل فروع النادي بالاسعار الزايده اللي كانت مقصود موجوده وقتها. ده طبقا للائحه اللي هو قرار الاربع سنين بيتمتع بالسعر القائم وقت الاشتراك. وقت الاشتراك وقتها كان حوالي 70,000 جنيه تقريبا في الشيخ زايد. وكان النادي وقتها 120,000 جنيه يعني يحق له اللي اشترك 21 في بدايه الشيخ زايد قدامه لغايه 21/3/2019 يكمل اشتراكه بحيث يكون في كل افرع النادي بقيمه 120,000 جنيه اللي هي حاليا 350,000 جنيه وهتبقى 500,000 ان شاء الله من اول الجنيه. ده بالنسبه للشيخ زايد. يعني استاذ طارق اكيد كلام مهم جدا من حضرتك ويعني امور
كان يعني معظم المشاهدين عندهم بعض الاستفسارات، وحضرتك وضحت كل شيء، واحنا من خلال قناة النادي الأهلي هيبقى عندنا تنويه من دلوقتي لحد نهاية آخر شهر يناير، علشان كله اللي ما اتفرجش وما تابعش هيكون كل يوم استاذ طارق معانا يعني نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هنوه عليه كل يوم في قناة النادي الأهلي، علشان خاطر اللي ما عندوش أي معلومة يكون عارف. استاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك وعلى يعني ردك على كل الاستفسارات الخاصة بالعضويات في الأربع فروع من فروع النادي الأهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ونرجع تاني للكابتن ريعو. كابتن ريعو يعني